سلبيه، يعني النتيجه في ملعبنا ما كانتش بتخرج بالشكل احنا، وكنا بنعمل العكس. المره دي يعني تحب ان ان شاء الله تكون النتيجه هنا في مباراه الذهاب يوم 2/11 تكون مستريحه، علشان مباراه العوده كل اللي احنا بنقول عليه في النهائي بتبقى الامور مختلفه. لا، ما انا عايز ابقى الحاجه اللي انا ضامنها، الحاجه اللي انا ضامنها هقدر اعملها هنا اللي هي اللي في ايدي ان شاء الله تطلع اخلص هنا بنتيجه كويسه، ما العبش على ملعب التاريخ والحظ وكده. لا، دي المدير الفني اللي اول اغسطس الانجولي بيتكلم امبارح بيقول لو برشلونه او الريال بيلعبوا في هذه الظروف ما يكسبوش، على الشكل اللي كان فيه الماتش امبارح. وفعلا الملعب امبارح كان تشجيع في فرادي صعب قوي وشماريخ والدنيا. انت وصلت في المباراه 2-2 2-2 يعني التراجي اوت خلاص امبارح بره، فتوصل 4-2 تعرف ان في جماهير لحد اخر ثانيه يعني حركوا الصخر بصراحه. بالظبط ده اللي حصل، لكن نفس الجماهير دي في نفس الملعب ما بتحركش الصخر على النادي الاهلي. لكن انا بتفق معاك في حاجه، ان انا ان شاء الله المباراه اللي هنا ابقى مسافر تونس وانا معايا نتيجه مريحه بالنسبه لي. بالظبط، ماليش دعوه بالتاريخ وانا ملعب ده حلو وانا أيوة. لا خالص، لا لا أيوة. لا خالص، لازم ما العبش على مطلوب التفاؤل. انت حلو، التفاؤل جميل بس مع الحرص المعتاد بتاع النادي الاهلي. كويس، التفاؤل جميل، بس اللي يديك تفاؤل وانت مسافر ايهاب المباراه الاولى هنا هتديك كل ان شاء الله كل انطباعاتك في المباراه النهائيه، وان شاء الله تبقى مسافر تونس وانت مستريح تقدم مباراه كويسه ان شاء الله رب العالمين، وترجع متوج من اي مكان مش فارقه معانا. البعض بيتكلم على ان الاداء كان فيه بعض المشاكل امبارح، لكن البعض تنسى امر مهم، هو الاهلي دايما بمنحدر، الاهلي بيتحسب بال11 لاعب اللي بيبداوا مباراه قبل نهائي افريقيا، بتحسب مين اللي هيطلع للنهائي. لكن ما حدش فكر ان قبلها بكام يوم كنا هنا وبنتكلم مع حضرتك ان في مباراه للاهلي مع المصريه للاتصالات، الاهلي بيجرب فيها كل المصابين. يعني هل يعني يتخيل البعض اللي بيتكلم بهذا الشكل، ومعاه حق، الاهلي لم يكن بالشكل المتعود عليه دايما لكنه ادى المطلوب، يبقى النادي الاهلي عنده وليد سليمان، عنده احمد فتحي، عنده السوليه، عنده سعد. حسام عاشور، عنده سعد، يعني واحمد فتحي، بتتكلم في 5-6 لعيبه لعبوا شوط واحد لهذه المباراه جايين من اصابات وبيلعبوا شوط، والمطلوب منهم اللي ينزلوا منسجمين، سرعتهم عاليه، بدنيا كويسين، بدنيا، يعني كل ده في 45 دقيقه يجهزوا عشان مباراه. لا، فاعتقد ان كانت في امور ان الاهلي يظهر بهذا الشكل، الاهلي ظهر في افضل حالاته بالامكانيات اللي كانت موجوده. بالظبط، لحد اخر يوم في المباراه يا ايهاب، انت التمرين اللي قبل المباراه مش عارف فتحي كويس ولا لا، لسه بتجرب فتحي، وفتحي معاه مهمه جدا جدا، خد كدمه هنا قبل ما يسافر. بالظبط، لازم يبقى موجود معاك في المباراه. 5 لعيبه لسه بيتجربوا بس هم عايزين يلعبوا، والجهاز الفني واثق فيهم، فيها مخاطره لكن مطلوب ان هو موجودين في الملعب. يعني انت عايز سعد موجود في الملعب، عايز فتحي موجود في الملعب، عاشور والسوليه ما ينفعش، لازم موجودين. وليد متحامل على نفسه بقاله فتره كبيره جدا وبيلعب ومصاب وتعبان، لكن الاسامي اللي بقولك على ترتان خالص، الاسامي اللي بقولك عليها دي ايهاب هي نفس الاسامي اللي انا اشدت بيها في اول لقاء معاك، دليل هم ناس فعلا الثقه فيهم صح للمره المليون. مش ده اداء النادي الاهلي، عشان ما نتكلمش كلام غلط، مش هو الاداء اللي كانت الناس مستنياه، مش الاداء الممتع، بس انت الظروف مش هتساعدك، مش هينفع كل الظروف دي، اداء وامتاع الناس جايه من اصابات، الناس لسه يعني ناس عايزه استشفى، مش عايزه تنزل ملعب تلعب. بص يا من الاخر، هي في حاجه كده في كره القدم بتتقال عشان نقفل الموضوع ده، ما تطلبش مني اداء ومتعه في كل الوقت، تعالى حاسبني على النتيجه. النتيجه انا الحمد لله وصلت، فيصل النتيجه والهدف اللي بس وصلت النهائي، وانا اللي كنت متقدم بهدف كمان، لكن حصل الاخطاء اللي هي حصلت دي، لكن خلاص الحمد لله انا في النهايه، انت تعالى نتكلم، انا تاهلت للنهائي ان شاء الله، النهائي يبقى الاداء احسن، مقنع، نتيجه كويسه، كل ده مش هتكلم فيه تاني فيه طبعا. وبيني وبينك، حتى لو النهائي الاداء مش مقنع، بس عايزين النهائي. انا عايز الكاس يا سيدي، يعني بصراحه باي اداء بقى، اشتقنا للكاس، اذا كنا هنتكلم عايز اداء باي اداء والله، واشتقنا لكاس العالم للانديه. الاهلي وجوده بيفرق، ويمكن الكابتن محمود الخطيب في عقد الرعايه الكبير قوي واللي حصل عليه ضجه كبيره، عقد رعايه برزنتيشن، لما قال يعني الاهلي في مصاف الفرق العالميه وكان اكثر تتويجا على العالم طبعا، ولازم نرجع لمكانتنا العالميه من خلال البطولات القاريه، اعتقد دي رساله واضحه قوي من كابتن محمود الخطيب. طبعا هو بيتمنى